ماكينة تصنيع الكبة في مصنع نبيل هي ماكينة رائعة جداً، ماكينة أوتوماتيكية 100%، إنتاجها المئات بكل دقيقة. طبعاً بتم وضع عجينة الكبة وحشوة الكبة واللف كله وتجهيز الكبة أوتوماتيكياً لا تمسه الأيدي. بعد عملية لف وحشو الكبة تدخل في نفق للتبريد على ناقص 40 مئوي، خلال فترة قصيرة بتكون ناقص 18، ومن ثم تعبأ بأكياس وتغلف وبتكون جاهزة للذهاب إلى السوق. طبعاً بعد عملية التغليف بتمر الكبة على جهاز الإكس راي كاشف المعادن، ومن ثم على الميزان، ومن ثم آخر شيء على التغليف والكراتين وعلى السوق مباشرة للمستهلك.